لا دقيقة اصبر، احنا بنتكلم على الوقف دامك جيت جابر، لكن يبدو لي في اقبال ايضا. الفقرة اليوم موافق مسافر؟ السلام ما شاء الله خير. بس سلم على الهردن ويصل باذن الله. باذن الله حبيبي مزكم يا بعد روحي حبيبنا. هذا شيء تفصيل. سلم على زيت زيت زيتون. سلم على الربع. الله يهينك الله يهينك. زيت الزيتون والزعتر هذا على البيع. ابشر ابشر. زيت الزيتون والزعتر باذن الله باذن الله باذن الله. اما تلاقي بعد هسه تلاقي ان شاء الله باذن الله. الزيت الزيتون والزعتر هذا على البيع. على طول على طول على طول. ايضا خروج بلال تمرون يا رب. الله يسلمك. اكثر من 24 ساعه عندك ظروف خاصه يا بلال. ان شاء الله باذن الله. تجي جنبي بس. نعم. بلال عنده ظروف عند بتست تطلع بشكل عام. كيف؟ ليش تطلع؟ قول والله في ظروف. في اول شيء بدي اشوف والدتي تعبانه طبعا فلازم اني اروح. انا صار لي اي نعم ولا هي قدرت تجي ولا القناه والله ما يقصرون ودها منهم يجيبونها لكن ان شاء الله تقدر. تقر عينك تشوف ترجع بالسلامه. اللهم امين يسلمكم. اي خدمه امروني امر. لا تطلبون مني طلب امروني امر. تسلم يا بلال. الله يسلمك. استودعك الله. ترجع بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. الله يسلمك.